à la une mondiale. في ذكرى اندلاع ثورة التحرير، الجزائريون يريدون استقلالا جديدا. شوفوا أنه حشود غفيرة من المتظاهرين اللي هبطوا لشوارع وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة باستقلال جديد، معناتها هذه الجمعة 37 المصادفة للذكرى كما قلنا 65 سنة من اندلاع ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي. انتشرت منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر مثل حركة 1 نوفمبر أو لنغزو العاصمة الجزائر، حيث تجرى أهم المظاهرات كل يوم جمعة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير الماضي وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس. على كل روى أنه مش كان الجزائر فقط، لبنان كيف كيف زاد الاحتجاجات مازالت متواصلة في لبنان، ولأفرزت واقع شعبي جديد ووضعت برنامج أسلحة حقيقي. شوفوا لبنان اللي على ما يبدو يمشي زاد على خطى العراق، نشوفوا أنه العراق جمعة دامية في أكبر احتجاج منذ سقوط صدام حسين ونظام حكمه بتبعية الحالة لا يرحمه ينعمه. جمعة دامية والعراقيون يطالبون بإسقاط الطائفية، نفس الشعارات تقريبا اللي تشبه إلى اللي صاير في لبنان. على كل نشوفوا أنه المتابعة للأخبار العربية وسيناريو يقلق ويرعب دول جوار ليبيا، نقل الحرب على الإرهاب إلى منطقة شمال إفريقيا، ملامح تسوية أزمات اليمن سوريا بصدد التبلور، والمفاوضات بين الفرقاء اليمنيين مستمرة، وتشكيل لجنة إعداد الدستور السوري، مقتل أبو بكر البغدادي مؤخرا، مساعي تركيا لإنشاء منطقة خالية من المسلحين الأكراد على طول حدودها مع سوريا. هذا اللي يعطي الإشارة وأنه فما بعض التقارير اللي تفيد أن الحرب على الإرهاب ستنتقل إلى شمال إفريقيا وتحديدا في عديد المناطق في ليبيا، وهذا يخوف دول الجوار ويخوف المنطقة ككل. على كل ربي جري على الصلاح وربي يستر بلادنا ويصلح حال المسلمين. بعد الأخبار مرحبا بكم الناس الكل.